السلام عليكم يا هلا وغلا. اتوقع هذا المنتج كثير يبحثون عنه ويبونه بسعر ممتاز. هذه مكنسة بيسيل تنظيف المكيت، السجاد، الكنب، الافران، لان فيها تنظيف بخار، مواصفات ممتازة جدا ومخصصة للسوق الصيني. هذه ما تلقاها الا في الصين. شاشة لمس، طبعا لغتها بالصين وكذا بس انها سهلة. هذه المكنسة يا جماعة الخير يميزها انها فيها شاشة تاتش، فيها غسيل بخار سريع، طبعا اللغة بالصيني بس ما عليك، هذه ترجمتها جدا سهلة ما فيها صعوبة. فيها غسيل بخار بس حار، فيها غسيل بالبخار الحار، هذا يطلع بخار حار، هذا يغسل بالبخار الحار. فيها هذه البقع العنيدة، يعني البقع القوية جدا. فيها ميزة الغسيل البارد، يعني تطلع موية باردة. هذه وش تستخدمها فيه؟ تستخدمها في الحليب، في صفار البيض، في بقع الدم، لأن هذه الحرارة تزيد المشكلة، فهذه لا بالموية الباردة. أربع خصائص فيها، فيها خزان جانبي تحط فيه المحلول وخزان لتصريف الأوساخ. بجربها الآن على هذه قطعة الكنب. شوف الآن، ترى هذه ننظفها يوميا بس تشوفها تقول مستحيل إن فيها وساخة، ولو بنجرب المكنسة بتنصدم من كمية الوساخة اللي تطلع منها. وهذه تنطبق على كثير من القطع اللي عندنا في البيت، سجاد، كنب، كرسي مكتب، كراسي السيارات، المقاعد حقت السيارات، كل شيء. فبجربه وبريكم. شوف اول ما اشتغلت بدأت تطلع البخار بهذا الشكل، لان انا مفعل خيار البخار هنا. طبعا معها راس ثاني خاص بالتنظيف الافران، الزيوت، بوريكم اياه. لكن هذه شوف، طبعا توه مشتغله. شوف البخار الحراره، شوف هنا الاوساخ اللي تطلع. شوف انت تشوفه تتوقع تقول مستحيل الكنب انه فيه وساخه، بس شوف ترى الامر نفسي ينطبق على السياره. ترى مقاعد السياره نفس الحكايه، نغسلها ويطلع ريحه كذا المويه لانها ما سحبتها. لكن هذه المكنسه هي اللي تعالج المشكله، وكثير من مغاسل السيارات تستخدمون مثل هذه الانواع. فشوف بالبخار، طبعا شوف البخار قاعد يطلع. خلينا نشوف اليد، هذا دائما اكثر مكان تجتمع فيه فانا قاعد اغسل بالبخار، يعني بالحراره العاليه، تعقيم وغسيل في نفس الوقت. شوف بالله المنطقه هذه، اتوقع الكارثه بتكون في مراتب السياره. شوف الحراره اللي تطلع منها، تعقم وتنظف. ترى ممتازة للموكيت، للسجاد، للستاير. خلاص تضغط الزر بس. هذا الكرسي من يوم شريته ما سويت له تنظيف. في بعض البقع بنظفه بالبخار. بنظفه بالبخار بس عشان ما نعدم المش حق هذا. سوي له تنظيف بخار حار. نسحب البخار بهذا الشكل. شوفوا بالله يا جماعة النظافة، شوف كيف صار تنظيف للأتربة والأوساخ اللي بالكرسي. والله لي فترة اني ابي انظفه وشايل همه، بس الآن خلاص مع الجهاز هذا ما يحتاج. طبعا تتكلم عن واحدة من أقوى الشركات المتخصصة في هالمجال. هذه القطعة تجي معها تنظيف الأفران، الزيوت، طرف الدرايش وغيره، تركبها بخار بس. ممتازة هذه، بس بخار.